احسن الله اليكم، نختم هذه الحلقة بالسؤال عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". نعم هذا اخبار من الله عز وجل أن الرائحة التي تكون الرائحة الكريهة التي تكون في نفس الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله فهي أثر من طاعة الله فالله يحبها وإن كان الناس يكرهونها فهي محبوبة عند الله لأنها نشأت عن طاعة الله بسبب خلو المعدة من الطعام نعم تخرج هذه الرائحة نعم